منتخب السنغالي، والثانية كانت سهلة في أحضان حارس المرمى الذي صد على مرتين حارس مرمى المنتخب السنغالي، لكن مقطوعة. كان هناك سوء تفاهم بين لاعبي المنينة بأن تذهب هذه البطولة على أحسن ما يرام. يوم الأمس استقبلنا المنتخبات، المنتخب المغربي، عند ريشارد دياتا في الوقت المناسب وفي المكان المناسب وصد هذه الكرة. المعصب المصراتي، ولكن رأي حكم اللقاء يشير إلى خطأ ضد اللاعب المعصم المصراتي، أن خافير كليمنتي مدرب المنتخب، ولكن المعصم المصراتي يقدم أداء كبير. من جديد هجمة خطيرة لصالح المنتخب السنغالي. جنوب افريقيا المنتخب الوطني نال بطل بطولة الشان ولقب بطولة الشان، وكان هو صاحب الترتيب الاول في نشوفوا اللاعب رقم السنغالي، المنتخب السنغالي اللي يبدو عليه الحضور البدني واضح والاعداد البدني واضح للمنتخب السنغالي، وفرصة ولكن مخطئ كاد خط مصلحة المنتخب السنغالي، وكرة ملعوبة من جديد في الجهة اليسرى، ومحاولة مراوغة بيب أرفاندو يلعب الكرة بيب، لمن هذه الكرة يا بيب؟ يستفيد منها اللاعب رقم 2 إمباي سورو، ولكن تخرج جانبية مصلحة المنتخب السنغالي. جودي بي عمر يلعب الكرة إلى سورو يحاول يراوغ، لمن هذه الكرة؟ تغيرة في خط الوسط اللي يحاول المنتخب التونسي أن يملأها السنغالي. الآن كرة ملعوبة لجودي بي عمر، جودي بي يلعب الكرة أمباي سورو يحاول يمر، وحوار ينتهي الحوار برمية جانبية، رمي التماسي مصلحة المنتخب السنغالي. جوميز رومي يلعب مقطوعة، تعود من جديد المنتخب السنغالي، التونسي كان موجود. الآن كرة ملعوبة لنضال بن سالم، مختم الختامي لهذه البطولة. الآن كرة منقولة بين أعضاء المنتخب السنغالي، محاولة فتح اللعب، محاولة هجوم سريع المنتخب السنغالي، فرصة لمن هذه الكرة؟ فرصة المنتخب السنغالي، الكرة العالية دائما لمصلحة المنتخب السنغالي، هجوم سريع أمباي سورو، ولكن مختم أمباي سورو بدون تركيز، كرة تعود من جديد لمصلحة المنتخب السنغالي. سالمين شريف أمباي سورو اللي سجل في المنتخب الفرنسي في افتتاح كأس العالم 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، وأيضا حاج ضيوف اللاعب المعروف في تلك الحقبة التاريخية للمنتخب السنغالي. الآن كرة ملعوبة